وهناك توتر ما بين أمريكا وروسيا، فقد أعرب وزير الخارجية الأمريكية ريك تيلرسون عن عدم تفاؤله تجاه تحسن العلاقات الأمريكية الروسية، أكد أنها تسير في طريق سيء. وقد أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن ترامب سيوقع قريبا على العقوبات ضد روسيا، ما يشير إلى دخول العلاقات فيما بين واشنطن وموسكو إلى نفق مظلم. على صفيح ساخن تسير العلاقات الأمريكية الروسية، فلا أحد يستطيع التنبؤ إلى أين ستصل نتائج العقوبات المتبادلة بين أكبر قوتين عسكريتين. العلاقات مع روسيا تحت ضغط كبير، فهي عند مستويات منخفضة جدا وتسير في طريق سيء. لقائي المقبل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لن يمنع هذه الحقيقة، والأهم الآن هو أن نحافظ على مستوى معين من الاستقرار في تلك العلاقة ومواصلة إيجاد سبل الحفاظ على المصالح المشتركة. تصريحات تيلرسون جاءت متوافقة مع إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس فور وصوله إلى جورجيا قرب توقيع رئيس ترامب على العقوبات التي فرضها مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين بأغلبية ساحقة ضد روسيا الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن ترامب والكونغرس يتحدثان بصوت واحد. في المقابل تتمسك موسكو بلغة معاملة الولايات المتحدة بالمثل، حيث أكد لافروف أن تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة يخضع للاحترام المتبادل لتجنب إبقاء الصراعات مفتوحة واستمرار سياسة العقوبات المتبادلة بين واشنطن وموسكو. وسبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات وزير خارجيته بتقليص أعداد البعثات الأمريكية لمستوى غير مسبوق بعد طرد 755 دبلوماسيا وموظفا. وبالرغم من الإطار الودي الذي التف لقاءات ترامب وبوتين على هامش منتدى ميونخ للأمن، إلا أن التقارب بين البلدين لم يحدث، وعلى النقيض دخلت في نفق مظلم، مما يقضي على فرص التوافق بين الدولتين حول أزمات عدة وملفات دولية مثل الوضع في كوريا الشمالية وسوريا.